بغينا تكلمنا على المشروع ديال انشاء القطار الجهوي بن سليمان مطار محمد الخامس اللي غتكونوا فيه 6 ديال المحطات. 6 المحطات هذا اللي كومون بالسميه اللي كيتسمى هذاك الايرور بحال اللي كاين في عده مدن كبرى خصوصا باريس. هذا القطار راه كان واحد عده لقاءات اللي داروا مع المكتب الوطني للسكك الحداديه. هذا داخل باش يربط الملعب الكبير اللي غادي يتبنى ان شاء الله في بن سليمان مع مطار محمد الخامس، وغادي يدوز على عده محطات اللي غادي تنجز. كاينه اللي كانت شحال هذه وتسدات، وكاين اللي غادي تنجز جديده، وهذا مزيان بالنسبه للبيضاويين حيت عدد كثير ديال البيضاويين كتعرفهم كيعيشوا كيسكنوا لا في النواصر ولا في بوسكوره ولا في المنصوريه وكيجيو للدار البيضاء. هذا مهم بالنسبه للدار البيضاء، وغادي ينعش حتى حركه السير والجولان في مدينه الدار البيضاء. الناس اللي كيبغيو يجيبوا السيارات ديالهم غادي يبدا يجي في الايغوغ راه يكون قطار بحال هذاك القطار السريع اللي كيدير الدار البيضاء والرباط ولا الدار البيضاء والمطار. وهذا مهم بالنسبه لنا وكيقوي النقل الحضاري في مدينه الدار البيضاء. يعني امتى غيتطلق المشروع؟ تطلق راه بداو الدراسات، وهذا الشيء داخل حتى في المشروع الكبير اللي غادي تنجز فيه اللي غادي يدار فيه هذاك التي جي في القطار السريع اللي غادي يربط الدار البيضاء بمراكش. هما غادي يديروا جوج ديال الاشغال، غادي يكونوا اشغال اللي غادي يدار فيه حيت الاجتماعات اللي داروا مع المدير العام ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه قال لك في نفس الوقت فاش يدار نزعه الملكيه ويبداو ياهلوا في هذوك المحطات باش يديروا باش ينجزوا هذاك القطار السريع اللي غادي يربط الدار البيضاء بمراكش. غادي تنجز في نفس الوقت محطات خاصه بهذا الايغوغ، حتى هذا مهم بالنسبه لنا واللي مساهمه فيه الجهه والجماعه وكذلك المكتب الوطني. وبالنسبه للميزانيه؟ الميزانية بالضبط ما عرفهاش حيت الميزانية عند المكتب الوطني للسكك الحديدية هو اللي مساهم بأكبر نسبة، ولكن حنا كمدينة الدار البيضاء هذا مهم بالنسبة لنا. حنا كان دار واحد العرض وحضرنا ليه في اجتماعات قلت لك مع السيدة العمدة ومع المدير العام ديال المكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الجهة، وهذا مهم بالنسبة للبيضاويين. كنقول لك بالنسبة حيت عدد كثير ديال البيضاويين غادي يبداو يفضلوا ما يتنقلش بالسيارة مع الازدحام اللي كنعرفوا كتعرف مدينة الدار البيضاء، وغادي يبداو يتنقلوا في هذا الايغوغ. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.